وتسلم أيضا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد كارلوس بيريرا بوصفه سفيرا فوق العادة وكاملة بوصفها سفيرة عفوا بوصفه سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية البرتغال لدى موريتانيا. جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج والمستشار برئاسة الجمهورية هارون تراوري والسفير المدير العام للتعاون الثنائي بالوزارة. وأخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية البرتغالية بعد تسليم أوراق الاعتماد بمقابلة تم خلالها التطرق لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين.